شفيق وتعالى. عم خش هتفنح لسه. ما قلت لك ما تزقش يا جدع انت. وعهد الله لا تندى. بس يا كنت فين الفترة اللي فاتت دي كلها؟ كنت بجيب فلوس البضاعة. أهي. وعليهم 200 جنيه زيادة. ليه إن شاء الله؟ أنت هتبقشش عليا ولا إيه؟ لا إزاي؟ بس شوية شطارة مني. زبون متريش كده زودت عليه السعر. وعشان ضميري هابب ونيتي الصافية قامت قلت أجيبهم لك. غلطتش أنا؟ عداك العيب يا طب تسلم يا ذوق. طب وال المصلحة الجديدة ايه؟ ابوس ايدك يا كبير، انا نفسي نرجع نشتغل تاني والعجلة تدور واكل عيش. ولا شفيق اديله ايه؟ تاني يا طلبة هتديله بضاعة تاني يا طلبة. ما تحط لسانك جوه بقك يا بقف، انا عارف انا بعمل ايه. بيقول لك يا بقف شلت لك هتندم. قول لي بقى ايه بس الصنف اللي فات عجب التلامذة زمايلك؟ ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا استاذنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بال محلك معفن كده ليه يا اسماعيل؟ على قديمه. عندك لانشون؟ الحمد لله. طب لمني كل الجبنه الرومي اللي عندك. عينيا يا استاذ. سبحان من يغير ولا يتغير. ولمني كل الجبنه القريش اللي عندك. كمان. وثلاث كراتين بيض. وثلاث كراتين بيض، ماشي يا عسل. وعلبة الكراميلا دي. وعلبة الكراميلا دي، حاجة تانية يا عسل. في جبنة نستون؟ نستون فيه؟ ما بحبهاش أنا، مش عايزها. بلاش. امسك يا إسماعيل. وهات لي البتاع ده. خد. الزلوط اللانشون ده. خد الزلوط ده مش هيغلى عليك. امسك يا إسماعيل 300 جنيه. 300 جنيه حتة واحدة؟ وصل لي الحاجة على البيت يا إسماعيل. عينيا يا خالد الزك. ما تتأخرش يا إسماعيل. عينيا. حجي مهدي! حجي مهدي! ايه في ايه؟ ازيك يا حجي مهدي؟ ايه يا خالد، ده مواعيد تخبط فيها على الناس برضو. صحتني من النوم يا اخي. الحج عليا؟ الفلوس جت من البلد قلت اجيبها لك. طب ما تجيب. ما انت شكلك نايم، اجي لك مرة تانية. لا 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 مفيش مشكلة، خلاص خلاص هات. يا عم اجي لك مرة تانية. يا عم خلاص هات الفلوس بقى. امسك. الشهر اللي فات وخمس اشهر مجدد. تأمر بأي خدمة تانية؟ أأمر؟ ده أنا اللي تحت أمرك يا باشا. بص أنت تخبط عليا في أي وقت وتصحيني زي ما أنت عايز، ده أنت حاجة جميلة جدا. وأنت حاجة مملة جدا. خد يا أب، أنا أنجزت لك فلوس الكفالة. زي الفل. كده إن شاء الله نروح بكرة نيابة وإحنا مطمنين. بصراحة أنا لسه مش مطمن. متقلقش يا ماجد. سيبها على الله، إن شاء الله براءة. اللي أنت عملته معايا ده يا صاحبي يمين مش هنساهولك طول العمر، هيفضل في رقبتي. على إيه يا ماجد؟ أشكر على واجب. ده العشم، ده العشم برضه يا صاحبي. إزاي؟ احسن منك يا اخويا. ما كل الناس احسن مني. ايه الجديد يا عم؟ مالك فيه؟ مفيش. على العموم انا صرفت لك فلوس العمليه بتاعت باباك. بتهزر. وانا ايه اللي خليني اهزر؟ فلوس معايا هيبقي. لا ما تطلعهمش، ما تطلعهمش هيبقي. ليه يعني؟ بعدين هقول. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ وبعدين انا طلبت كبيره يا اخويا. اشربهم في العربيه. انا معيش عربية. طب يلا بينا، يلا انجز بقى. لما اطلع هبقى اخدهم منك بره. ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك يا احلى حب في حياتي. حب؟ حب النوم. فاهمة ولا لا؟ انا اللي بيني وبينك دلوقتي ان احنا بنقضي وقت لطيف مع بعض وخلاص. فاهمة؟ طب يلا يلا. خلاص يا أم،
ياما ما قلت لك خلاص الاشكال انتهى واتحل خلاص بقى. ازاي؟ نفعتها له الكفاله هيخرج بكتير وبكره الصبح. بجد يا ماجد؟ ايوه ياما بجد بجد. طب وجبت الفلوس منين؟ ما انا بكتب اغاني ياما وبشتغل شعر. بعت اغنيتين لياسمينة. ربنا يا ابني يرزقك ويزيدك كمان وكمان. ازيك يا سهر؟ اهلا يا دينا حبيبتي. خير؟ قافله موبايلك ليه؟ قلقتيني عليكي. لا ابدا، ده الشحن خلص. لا ما واضح فعلا ان الشحن خلص. ايه حكايتك بالظبط يا دينا؟ ما تخليش موت مامتك يضيعك. ايه بس يا بنتي الكلام الكبير ده؟ لاني حضرتك راجعه متاخر في نص الليل وكمان قافله موبايلك، وبصراحه كده يا دينا احوالك مش عجباني بقالها كام يوم. سهى ممكن ناجل الكلام ده لبكره؟ انا تعبانه وعايزه انام. بس انا عايزه اتكلم معاكي شويه. بقولك اعصابي تعبانه. الله، خلاص يا ستي سايبها لك. ماشي يا دينا براحتك، بكره هتندمي وتعرفي ان انا خايفه عليكي. الف سلامه عليك يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. دينا على سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا ماجد. انا كده يا جماعه اقدر اقول لكم ان مهمتي انتهت معاكم النهارده، وان شاء الله هتابع القضيه وابلغكم بالاخبار. يا ابني يا ابني احنا تعبناك معانا قوي. ما تقولش كده بس يا حاج، الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله اديني بقولها لك اهو هتطلع براءة. يا رب يبشرك بكل خير يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عايز حاجه؟ تسلم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اروح على البيت بقى عشان اريح جدتي شويه. يلا يا حبيبي تنور بيتك من تاني. ما قلتوليش انتوا جبتوا فلوس الكفاله منين؟ انا اتصرفت فيهم. اتصرفت ازاي يا ماجد؟ عملت ايه؟ بعت اغنيتين جداد لياسمينة. ياسمينة؟ تاني ياسمينة يا ماجد تاني؟ خلاص يا حاج اوفر في النيابه مش هينفع. تعالى يا حاج اتفضل اتفضل. يلا على بيتنا يلا. كنت عايز اقول لك ايه يا عماد؟ كنت عايز اقول لك ايه؟ انت مدين 300 جنيه. خد 400 اللي اقول لك خسارك. خد ال 300 بتوعك اهو. يا خالد يا اخي احنا مش اصحاب، احنا اخوات. انت كده زعلتني والله. خالد اوعى تكون بعت حاجه عشان تتصرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش. هجيلي شويه فلوس من البلد، كام الف جنيه كده. ايه ده بجد جالك فلوس؟ ده فاجئتنا. طب ما تعزمنا على حاجه يا اخي بمناسبه الفلوس اللي جات لك. انت جيت في جمل من عينيا تجوز يا متر. وانت محتاج حد يعزمك يا عماد؟ انت راجل دلوقتي بتشتغل في جرنانين وبتقبض مهيتين. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. انا مش بحسدك يا عماد، انا بس بنبهك انك اللي بتعمله ده دلوقتي غلط. انت راجل كاتب، مالك انت ومال الرسم الكاريكاتيري؟ ما هو عشان انت عشان مش مستوعبه الموضوع. يعني انت عندك مثلا مثال، يعني عمنا صلاح شاهين كان راجل. هو في اصلا وجه مقارنه بينك وبينه؟ صلاح شاهين ده كان حاله خاصه. يعني عماد كان حاله عفشه؟ طبعا. نعم ايوه، لانك كمان ما بتشتغلش في جورنال عادي، راح اشتغل في جورنال حكومه. يا نهار ابوك اسود، في حد يعمل اللي هي بتقوله ده؟ وماله يعني الجورنال القومي؟ الجورنال القومي ليه اهداف 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 نبيله، بيحمي البلد. وبعدين الجورنال القومي ده بيحافظ على الناس اللي معاه وبيقدرهم. انا باخد مرتب كويس جدا فيه. تحب تشتغل معانا؟ لا. انت كمان عايز تاخده معاك؟ انا مش قايل لك ما تبيعش حاجه للست دي، مش قايل لك تبعد عن السكه دي خالص. سكه ايه بس؟ ما هو لولا السكه دي ما كنتش خرجت من الحبس. انا لو اعرف كده كنت قلت لك ما تدفعش ولا مليم. ما تفرش الحكايه، انا ما عملتش حاجه مش للدرجه دي يعني. واكتر من الدرجه دي، الفلوس دي حرام يا ماجد. حرام ايه؟ ده تعبي وشقايا. مين اللي قال؟ مين اللي فات وقال انه حرام؟ انا اللي بقول لك انه حرام. اهدوا بقى يا جماعه وصلوا على النبي واغزوا الشيطان. الشيطان؟ الشيطان دخل البيت بالفلوس اللي جابها ابنك دي. هو في ايه؟ في ايه يا حاج؟ في ايه؟ ما تبص لنفسك، طول عمرك ماشي جنب الحيط عملت ايه؟ في اخر حياتك لبست قضيه رشوه ومفيش في جيبك جنيه، ويعني ما تخرج منها ولا لا؟ اوعى تزود بكلمه، اوعى تنسى ان انا ابوك، فاهم؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. انا هخلص،
ياسمين هتنفعك.